عمر محمد يقول في بعض الأحيان وفي أثناء الصلاة الإمام يركع وأنا لم انتهي من قراءة الفاتحة، فهل يجب علي أن أكمل الفاتحة أو أركع مع الإمام؟ إذا أمكنك أن تكملها وتدرك الإمام في الركوع فأكملها، وإذا لم أو خشيت أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإنك يجب عليك الركوع وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة. نعم.